اهلا حياكم بيا ام، تعالوا معي اعرفكم على الجامعه اكثر. جاهزين؟ هني راح نبني نبتكر ونخترع باستخدام احدث التقنيات. وتعالوا الحين اوريكم المكتبه. وهذه المكتبة اللي متوفر فيها أكثر من 10,000 كتاب في جميع المجالات، وهذا غير الكتب الإلكترونية. وبهالمكان راح يتم استخدام مواد كيميائية لإنتاج طاقة وتوفير بيئة صحية. تبون تعرفون شلون الطيارة تطير؟ وإذا تحبون عالم الفيزياء، هني بتتعلمون عن ميكانيكية الأجهزة والمحركات اللي حولكم. هني راح تتعلمون أكثر عن البورصة وأحدث التطورات في اقتصاد العالم. والحين خلوني أوريكم المكان اللي وين أفكاركم تتحول إلى واقع. دائماً نقول العقل السليم في جسم السليم، فهني تقدرون تحافظون على صحتكم بممارسة الرياضة. وفي بعد وايد أشياء راح تكتشفونها خلال السنة الدراسية.